قصة اليوم عن سيدة عملت تحليل دي ان ايه لمجرد التسليع، ونتيجة هالتحليل خلتها تكتشف لغز عمره اكتر من 100 سنة. السلام عليكم، معكم كريم، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. القصة بتبدأ من بدايات القرن العشرين لما هاجر شخص ايرلندي اسمه جوزيف كولينز مع زوجته على الولايات المتحدة الامريكية، وعاشوا بمدينة نيويورك. كان عند جوزيف وزوجته طفلين، الطفلة اسمها كاتي والطفل اسمه جون، وبتاريخ 23 سبتمبر عام 1913 انجبوا طفلهم الثالث جيم، اللي بتدور احداث القصة عنه. ماتت الام لما كان عمر جيم اقل من سنة، وعاش مع ابوه واخواته، بس للأسف مو لوقت طويل. ما كان عند الاب استطاعة انه يتحمل مسؤولية الاولاد الثلاثة لحاله بعد وفاة الام، خصوصا انه كان مهاجر جديد واوضاعه المادية سيئة، وما بيقدر يأمن احتياجات ثلاث أطفال، لهيك تركهم يعيشوا بدار الأيتام. مرت السنين وكبروا الأطفال الثلاثة بدار الأيتام، وشقوا طريقهم بالحياة. جيم التحق بالجيش الأمريكي، وبعام 1940 تعرف على بنت اسمها أليس نسبت، وصار في إعجاب متبادل بينه وبينها. أليس هي بنت أمريكية من أصول إيرلندية، وبالنسبة لجيم كانت زوجة مستقبلية مثالية، خصوصا انه هو بيفتخر باصوله الايرلندية النقية، وبده اولاده كمان يكونوا مثله. تزوجوا جيم واليس وعاشوا بولاية كاليفورنيا، وانجبوا ست اطفال. من ضمن هالاطفال بنت اسمها اليس، اتسمت على اسم امها، من مواليد عام 1948. مرت الايام والشهور والسنين، وكبروا الاطفال الستة، صارت اعمارهم فوق الستين سنة. وخلال هالسنين ماتوا ابوهن وامهن، وصار عندهم ابناء وبنات وأحفاد كمان. أليس كولينز اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي الطفلة اللي تسمت على اسم أمها، كان عملها مديرة لتكنولوجيا المعلومات بجامعة كاليفورنيا قبل ما تتقاعد، وبعد التقاعد انتقلت لتعيش بضواحي مدينة فانكوفر بولاية واشنطن. كانت أليس مثل أبوها بتفخر بأصولها الإيرلندية، خصوصا أنه أبوها وأمها وأجدادها كلهم من إيرلندا. وبعام 2012 قررت أنها تعمل فحص DNA عن طريق أحد المواقع اللي بتقدمها الخدمة، لحتى تتعرف أكثر على نسبها وعلى شجرة العائلة. عملت فحص DNA عن طريق موقع اسمه Ancestry.com، وقعدت تنتظر النتيجة بفارغ الصبر. كانت متوقعة أنها رح تكون إيرلندية بنسبة 100%، بس النتائج كانت مخالفة لتوقعاتها. نتيجة تحليل DNA لأليس بتقول أنه 50% من أصولها مثل ما توقعت، من إيرلندا والجزر البريطانية. أما باقي النتيجة فكانت عكس التوقعات. 50% الباقية هي عبارة عن مزيج من اليهود الأوروبيين والعرب. كيف ممكن يصير هيك؟ أول شيء خطر ببالها أنه أكيد في خطأ بالنتيجة، لهيك راسلت الموقع لحتى تتأكد، بس خبروها أنه ما في أي خطأ. عملت فحص DNA جديد على موقع تاني بيقدم نفس الخدمة، وهو موقع 23andMe، وانصدمت لما عرفت أنه النتيجة نفسها. أول سؤال خطر ببال أليس انه معقول امها كانت على علاقة بحدا تاني غير ابوها، خصوصا انه ابوها كان بالجيش، وبمعظم الاوقات كان يخدم بمناطق مختلفة من العالم، والوقت اللي كان يقضيه مع عائلته يعتبر قصير نسبيا. بس هالفرضية مو كتير منطقية، خصوصا انه في شبه بينها وبين ابوها. ولحتى تتأكد اكتر طلبت من اختها جاري تعمل فحص DNA لحتى يتأكدوا، وفعلا عملت اختها الفحص، والنتيجة اثبتت انه أليس وجاري اخوات من الاب والام، وبيتشاركوا نفس الأصول بالضبط. كانت أليس محتارة من وين ممكن تكون أخذت مزيج الجينات اليهودية الأوروبية والعربية، من أمها ولا من أبوها؟ ولحتى تتأكد من هالشي تواصلت مع ابن خالها ومع ابن عمتها، وطلبت منهم أنهم يعملوا فحص DNA. بالنسبة لابن الخال النتيجة كانت طبيعية، كان في 12.5% تطابق بين حمض النووي والحمض النووي لأليس، وهذا الشيء الطبيعي بين أبناء الخال. أما بالنسبة لابن عمتها واللي اسمه نولان، فأثبت تحليل DNA أنه غريب جينياً تماماً عن أليس. شو معنى هالكلام؟ هالكلام معناه أنه جيم كولينز والد أليس ما نوع ابن هالعائلة، لا من الأب ولا من الأم، وأنه مو من أصول إيرلندية، إنما من أصول ممزوجة بين اليهودية الأوروبية والعربية. وهالشي بيفسر عدم وجود أي شبه بين جيم كولينز وإخواته، أو حتى بينه وبين الإيرلنديين بشكل عام. فهمت أليس أخيرا سبب حصولها على هالجينات، بس ما فهمت سبب وجود أبوها بهالعائلة.
احتمال انه جدتها كانت على علاقة بحدا تاني غير جدها احتمال غير وارد حسب نتائج الدي ان ايه. لو كان هالاحتمال صحيح المفروض يكون في تطابق بين نتيجتها ونتيجة ابن عمتها نولان بنسبة 6.25%، مو تكون جيناتها غريبة تماما عن جيناته. وفكرة انه الاب جيم تم تبنيه من قبل هالعائلة كمان كانت غير واردة، لانه شهادة ميلاده موجودة وبتثبت انه ابن هالعائلة. طيب شو ممكن يكون السبب؟ استمرت أليس بالبحث عن حل اللغز على مدار أكثر من سنتين ونص وبدون أي فائدة. بدأ الإحباط واليأس يسيطروا عليها، بس اليأس كله اختفى بلحظة واحدة. شو اللي صار؟ بتاريخ 18 يناير عام 2015 كانت أليس عم تتصفح موقع 23andMe، وهو أحد المواقع اللي بتقدم خدمة فحص الدي إن إيه، وبنفس الوقت بتربط الأشخاص اللي بينهم صلة قرابة بيولوجية ببعض. كانت داخلة على الموقع من حساب ابن عمتها نولان بصفتها مديرة حسابه، وكان عندها إمكانية التحقق من قائمة الأشخاص اللي بتربطهم صلة قرابة بيولوجية بنولان على الموقع. كان في سيدة اسمها جيسيكا بينسون أجرت اختبار دي ان ايه مؤخرا وثبت انها من أقارب نولان بيولوجيا. أرسلت لها أليس رسالة لتسألها مين بتكون. جاوبتها جيسيكا: أنا يهودية، بس انصدمت لما طلعت نتيجة فحص الدي ان ايه وتبين انه عندي اصول ايرلندية. سألتها أليس: في حدا من افراد عائلتك انولد بتاريخ 23 سبتمبر عام 1913؟ جاوبتها جيسيكا: جدي اسمه فيليب بنسون، وانولد بنفس التاريخ بمشفى فوردام بمدينة نيويورك. لما سمعت أليس هالحكي فهمت القصة وصارت تبكي، لأنه هالمشفى هو نفس المشفى اللي انولد فيه أبوها جيم كولينز. أخيراً انحل اللغز اللي صار لها سنين عم تحاول تلاقي له تفسير. اللي صار هو خطأ تبديل طفلين بالمشفى، وبسبب هالخطأ رجع الطفل اليهودي مع عائلة إيرلندية والطفل الإيرلندي مع عائلة يهودية. عاشوا حياتهم كلها وماتوا بدون ما يكتشفوا الخطأ اللي صار، وبعد أكثر من 100 سنة انكشف هالخطأ بالصدفة بسبب التطور العلمي. بعام 1913 لما صار الخطأ، موضوع تحديد هوية الأطفال بالمشافي كان بيعتمد على تقدير الأمهات وذاكرة الممرضات. ما كان في إسوارة تنحط بيد الطفل حديث الولادة لتنعرف هويته، فتخيلوا قديش كان أمر وارد أنه يصير تبديل بين المواليد بالخطأ. بسبب الخطأ اللي صار بين الطفلين عاش كل واحد فيهم حياة التاني. الطفل الإيرلندي عاش حياته كيهودي من عائلة ثرية، أما الطفل اليهودي فعاش حياته كإيرلندي فقير وتربى بدار الأيتام. بتقول أليس: كان أبي من أكثر الأشخاص الفخورين بتراثه وأصله الإيرلندي. من الرحمة أنه نجا من الصدمة ومات قبل ما يعرف الحقيقة. هي كانت قصتنا لليوم. شكرا على المتابعة. سلام.